متواجدين في القائمة هذه. أنا شخصيا راه مكسب سيكو ثم أنويو ثم أستاتور كل مدرب كل منتخب مهم جدا كونه في ليزوبجيكتيف نتاعو في تحديد القائمة ولا في العمل نتاعو باش يحط الأستاتور تاع ليكيب. احنا اليوم عندنا بعض اللاعبين اللي هذه كأس العالم الثانية، عندنا بعض اللاعبين اللي عاملين 4 أو 5 مشاركات إفريقية في عمر صغير. وقت نشوف كيف ما حكيت لاعب كيما أنيس بن سليمان، كيما محمد علي بن رمضان، كيما حنباع المجبري، لاعبين اللي في عمر تاع ما بين 20 و 22 سنة يكون عندهم مشاركة في كأس العالم، زوز كؤوس إفريقية، هذا لونويو. دونك هذا حسب اعتقادي أنا اللي هو مكسب كبير كونه في كل قائمة وفي كل استراتيجية نتاع السيكل الجديد. احنا اليوم باش ننطلقوا في سيكل جديد، سيكل اللي يدوم 4 سنوات باش يكون لانجيكسيون تاع دي جون جوار. اليوم شفنا 2 جون جوار اللي موجودين، يان فاليري بلوس شيم جبالي، كانوا نذكر اللي كانوا متواجدين معنا في استاج نتاع سبتمبر اللي سبق كاس العالم، وين قمنا 2 مباريات مع الكومور ومع البرازيل. دونك الاستراتيجية نتاع ليكيب ناسيونال كونه ثم ان ويو تري لارج ليست الارجي، يقع تحديدها تقريبا 50-60 لاعب. بعدين الليست هذه نلقاو انويو كيف ما حكيت هو نبنيو عليه، لونويو سوليد لو ستاتور تاع ليكيب ناسيونال ما بين 16 حتى 20 لاعب. وثم اخر حاجه هي ليتا دو فورم دي مومون، وقت يكونوا ثم لاعبين متالقين في الفتره هذيك الاخير باش نوجهوا لهم الدعوه. سي لونشينمون تاع البيرفورمانس تاع هيثم جويني كان تري بيرفورمون، كان ريغولي في الرونتمون تاعو، كامرجي كان ينجم يكون هو نفس الشيء. اكواسير باش نعيطوا لثلاثه، كان جات تورنوا ثم اميكال والا ثم 4 5 مباريات كنا نجم نعيطوا لاكثر عدد من اللاعبين. اليوم عندنا 2 مباريات عيطنا ال4 مهاجمين في القطاع الهجومي جدد، ما نجموش نعيطوا اكثر، استحفظنا على 2، غيرنا 4 لاعبين. دونك باش تكون الدعوه نتاعهم على الاقل ياخذوا وقت ان طون جو ويشاركوا ونشوفوهم، ما نجموش نستدعوا اكثر من 4 لاعبين. فقط على رفيق الكاميرجي، صحيح انه عنده بروبليم في القلب اللي يمكن يعطل انه يكون موجود في هذا شأن، نتصلوا بالدكاتره باللاعب قبل كل شيء وبالنادي نتاعو ان شاء الله نتمنى ولا، لكن ثم ان دوسي ميديكال جو بريفير الطبيب نتاعو هو اللي يتكلم عليه باكثر ديتال. مهمين برشا ضد منتخب محترم، منتخب الليبي كل وين لعبنا ضده ونعرفوا الصعوبات اللي تسببها المنتخب التونسي. اهم شيء كونه جاو في توقيت احنا ونيفو نتاع التون بارتيسيباسيون تاع لي جوار نتاعنا مهم، عندنا دي جوار كي سون كومبيتيتيف، نحاولوا باش نكونوا تري بيرفورمون. مازلنا ما ترشحناش للكان الجاي ان شاء الله، ساباس بار لي دو ماتش هذوما ان شاء الله نكونوا فيهم بيرفورمون، نعاولوا برشا على المباريات هذوما 2 مباريات باش نحققوا نتيجه ايجابيه. نحترموا المنتخب الليبي ان شاء الله نكونوا تري كونسونتري ونكونوا سورتو لا موتيفاسيون تكون 100% باش نحققوا الاهداف نتاعنا. غيابات حمد مش ظلمته، قلت كان يتسحق بلاصته في الكوب دي مونتا ومش موجود في البريمير ليست، شنو التعليق؟ ديما نرجع كلمة ظلمت قاسية شوية، ظلم بلغة كرة، ثم دي شوا ديما يكونوا دي شوا سيفير. حمزة المثلوثي لاعب مهم جدا، شفناه حتى في المردود نتاعو حكيت عليه، هو حكيت على أسامة حدادي، سيف الخاوي الغياب نتاعو لأسباب صحية بحتة، دوسي ميديكال نتاع ديلان برون ماهيش نفس الإصابة، ماهيش إصابة عضلية، كانت كونتوزيون جوست ريحوه الماتش اللي فات، إن شاء الله رجع للتمارين وإحنا باتصال معاه. الطبيب نتاعنا مشكور والإطار الطبي قاعدين يتابعوا كابر كاف اللي جوار هذوما كيما هيكل الشيخاوي كيما عصام جبالي اللي تعرض للإصابة. دونك ثم دي جوار اللي كانوا بليسي، وخذينا برانسيب ان جوار بليسي سورتو كي يبدا 2 ماتش كيف نخليوه يسوري تابلي في عقله، حتى اللي راجعين من اصابه اللي كانت طويله شويه كما ياسين الخنيسي اصابه تقريبا 1.5 شهر كانوا بعاد. اليوم هذه المجموعه اللي وقع الاختيار عليها، صحيح حمزه المثلوثي كما حكيت لك، شو اسمه اسامه حدادي، حمزه شوا معناها سي ان شوا، ثم 2 جوار زاد عندنا اليوم في الكونكورونس في البوست، ثم وجدي كشريده قاعدين اونشين لا بيرفورمانس، نفس الشيء محمد دراجر، يان فاليري نجم يكون في المركز هكا، سي ان شوا، وديما يبقى احترامنا لحمزه ويبقى ابن المنتخب. لانه الطونجون هو اللي قام بالاختيار نتاعو شيء مجبالي باش يكون موجود في المنتخب التونسي، دونك كما قال هو بالضبط نعاود كلامه سي ان شوا دو كور، دونك نحترموا القرار هذا. شيء مجبالي كان متواجد معنا في سبتمبر، هو لاعب شاب في اطار الاستراتيجيه نتاع الاداره الفنيه التونسيه، واختياراتنا احنا مهم جدا كونه في كل كومبيتيسيون في كل كونفوكاسيون ندعموا المجموعه بلاعبين اون دوا ليزانجيكتي نعطيهم فرصه. اليوم شيم جبالي والا يان فاليري في الاطاق هذا.